أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. نتابع. رأي القطرية زيادة كبيرة في نسب المشاهدة لمجموعة قنوات بي إن. وطن القطرية القرصنة السعودية حديث العالم. سد الدوحة انتخابات القارة السمراء أبرز الخاسرين. رأي الكويتية مواطنو الدول الغلبانة كيف ذهبوا إلى روسيا لحضور المونديال. شروق الجزائرية العروض التدريبية تنهال على هيرفيرونار بعد المونديال. وليلة أرجنتينية نهاية الجيل في نهاية الجيل. دياريو إينو الأرجنتيني حلم قطر قصة جديدة تنطلق. ركيبة الفرنسية منتخب هائل. ريكورد البرتغالية كافاني يطلق النار على البرتغال يخرجها من المونديال. ديلي ميل الإنجليزية رونالدو الوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبلي. إذن بسوى رونالدو ما حد أحسن من حد، شغلا العالم سويا وغادرا أيضا سويا في مونديال ربما يكون الأخير لكليهما. أجيال تسلم أجيال، ومن يعلم قد يكون مبابي قد تسلم الراية. تفاصيل في حلقة دسمة من جرائد وقراءة لتأهل فرنسا والبرتغال مع ضيفنا من موسكو الإعلامي المحلل نزار النور. لا تذهب بعيدا. أهلا بكم من جديد، نسأل جولتنا من الصحف الصادرة في قطر. نبدأ مع صحيفة العرب القطرية. مواجهة فرنسا والأرجنتين ضربت الرقم القياسي، صالة العطية تستقبل أكثر من 50,000 مشجع مونديالي. ننتقل للملحق الرياضي الخاص بصحيفة الراية القطرية. تنظمها مؤسسة أسباير زون بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث منطقة المشجعين بالساد خليفة تستقبل 40,000 مشجع. أسعار جديدة لحجوزات المجالس وقاعات كبار الشخصيات لمتابعة المباريات. في الراية أيضا نقرأ المزيد من الأخبار ونتابع. بأكثر من 100 مليون مشاهد خلال كأس العالم، زيادة كبيرة في نسب المشاهدة لمجموعة قنوات بي إن سبورتس. أما الصفحة الأخيرة لملحق الراي الرياضي فحملت الخبر التالي. مسلسل الفضائح السعودية مستمر، شركات سعودية متورطة بصفقات لبيع حقوق تلفزيون المنتخب البرازيلي. تحول صحيفة الوطن القطرية مع التقرير التالي. ردود فعل قوية لحديث سلمان بن إبراهيم القرصنة السعودية حديث العالم. الاتحاد الآسيوي يعلن الحرب على القرصنة. حماية قنوات بي إن سبورتس في كأس آسيا بالإمارات. دعم معنوي لقطر تنظيم مونديال 2022. الاتحاد الآسيوي ينضم إلى الفيفا واليويفا والفورمولا لمحاربة السرقة. نقلب في صفحات الوطن ونتوقف عند الصفحة الأخيرة. بسبب 8 ابتكارات تكنولوجية سبورتس بروميديا مونديال 2018 الأذكى. نبقى مع صحف القطرية، هذه المرة مع سد الدوحة. لم تتواجد في دور 16 منتخبات القارة السمراء أبرز الخاسرين دروغبا. منتخبات القارة تراجعت، منتخبات ودعت دون بصمة. هل كان الفشل مفاجئ؟ تقرير الكويت من صحيفة الراي، اخترنا لكم هذه الصفحة. تعا
نتعرف على أبرز التكتيكات التي تبعوها لتحقيق غايات مواطنو الدول الغلبانة، كيف ذهبوا إلى روسيا لحضور المونديال للادخار لأشهر طويلة والاستدانة والسلف المالية والقروض المصرفية. أبرز الدول الفقيرة مشاركة: مصر، البرازيل، بنما، كولومبيا والسنغال. حد الأدنى للأجور في يوم الدنيا 1200 جنيه، ما يعادل 67 دولارا فقط، وحضور مباراة واحدة فقط وإقامة لبضع ليال مقابل 1500 دولار على الأقل. صفحة أخرى من صحيفة الراي الكويتية، وفيه يغيب عن انطلاق تدريبات ليفربول صلاح في بيروت، لن نتخلى عن الفراعنة. إذن أكد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أنه لن يتخلى عن منتخب الفراعنة أو يعتزل اللعب الدولي كما ردد البعض، وأضاف أن المستقبل سيكون أفضل لمنتخب مصر الذي واجه سوء حظ في بعض الظروف ما أدى إلى خروجه من كأس العالم بهذا الشكل. إلى صحيفة المدى العراقية التي نشرت اليوم في زاويتها الخاصة مونديال روسيا مجموعة من المواضيع، نتعرف على عناوينها في أكثر من عنوان. من ينقذ اللاعب العربي من بعبع المونديال؟ مونديال روسي يزود الكرة العربية دروسا مجانية. تحول صحيفة الدستور الأردنية وصفحة خاصة عن مونديال روسيا. نيمار ليس من فئة السوبر ستار، تسيوبا روح المنتخب الروسي، أسبانيا ولعنة مواجهة المضيف. ننتقل إلى تونس من جريدة الصحافة، نتابع. المدرب الأسعد دريدي يقيم مستوى عناصر منتخب الوطني، الخزري وبن يوسف وبراون أفضلهم. من تونس إلى المغرب من صحيفة المنتخب، نتابع عنوان الخبر التالي. من يكون البديل الأمثل لرونار لو رحل عن الأسود؟ مصادر قالت للمنتخب أنه في حال رحل رونار فإن البديل لن يخرج عن البوسني وحيد خليلوزيتش أو الفرنسي لوران بلون. الوقفة الأخيرة عربيا ستكون من الجزائر، ومجموعة من الأخبار نقرأها عن صفحات صحيفة الشروق. مصر تصر عليه وتنافس الجزائر بشدة، العروض التدريبية تنهال على إيرفي رونار بعد المونديال. دائما مع الشروق، وننتقل إلى الصفحة التالية. هتلر وموسوليني استغلا كأس العالم لتعزيز نفوذ النازية والفاشية. الجزائر تصالحت مع المغرب كرويا، وترامب هدد الجميع بسبب مونديال 2026. ملحمة أم درمان أعادت الخضر إلى المونديال، وأزمة العلاقة مع الفراعنة. بيلي جنب البرازيل انقلابا عسكريا، والأرجنتين توج بقوة الدبابات. نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية من الأرجنتين. صحيفة دياريو إنو قالت أن سقوط منتخب التانغو أمام ديوك فرنسا وخروجه من المونديال شكل صدمة قاسية، لكن يجب التفكير سريعا في المستقبل. وقالت حلم قطر قصة جديدة تنطلق. الصحيفة طالبت بضرورة تجديد المنتخب الأرجنتيني وإدخال أسماء جديدة من اللاعبين واعدين من أجل الاستعداد بصورة أفضل لمونديال قطر 2022. صحيفة أولية الأرجنتينية شنت حملة قاسية على نجوم منتخب بعد فشلهم في روسيا، وكتبت
نهاية جيل. الصحيفة قالت حان الوقت لتوقف مسيرة العديد من اللاعبين مع المنتخب مثل ماسكيرانو، إيغواين، أغويرو ودي ماريا، وعلى ميسي الاستمرار في التوهج مع ناديه، لكنه قد لا يستطيع الاحتفال مع منتخب بلاده. في إطار المواكبة مباريات الأمس، ينضم إلينا عبر أقمار صناعية من العاصمة الروسية موسكو سيد نزار النور الإعلامي في قناة فرانس 24. أهلا بك نزار، بداية أرجو الإجابات تكون مختصرة. نزار، ما هي برأيك أسباب فشل هذا الجيل في المنتخب الأرجنتيني؟ يعني بداية أعود لمباراة الأمس، يعني إذا تحدثنا عن المنتخب الأرجنتيني سنظلم كثيرا المنتخب الفرنسي، خاصة أن السبب الأساسي هي سرعة المنتخب الفرنسي وبطء المنتخب الأرجنتيني. هناك سرعة كبيرة في الكونتر أتاك، في الهجمات المرتدة، امبابي، غريزمان، وبطء كبير على مستوى خط الدفاع وخط الوسط في المنتخب الأرجنتيني الذي عانى كثيرا أمام سرعة امبابي التي وصلت إلى 37 كيلومترا في الساعة. هذا يعني رقم تقريبا شبه قياسي للاعب مثل هذا اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 في الوقت الذي بلغ لاعبو ومدافعو المنتخب الأرجنتيني على الخصوص من العمر عتية، وأصبحوا يعني بطيئين جدا، يعني أقدامهم لم تساعدهم كثيرا في مواكبة ركض إمبابي، واحد من الأسباب. ثانيا، الأزمة التي يعيشها المنتخب الأرجنتيني منذ فترة، ميسي ورفاقه ضد بعض الأشخاص الذين داخل المنتخب الأرجنتيني، إبعاد البعض، وضع البعض على كنبة الاحتياطي. هناك تواطؤ بين بعض اللاعبين استفادوا من علاقتهم بليونيل ميسي، وهذا أثر كثيرا على عدم تألق ميسي بداية، وعلى عدم ظهورهم بمستوى جيد، لأنهم ليسوا هم الأفضل لهذا المنتخب. هناك ديبالا على دكة الاحتياطي، نعرف أن جميع المنتخبات ستركز على ميسي، يجب كان أن يكون هناك حلول لرفع الضغط عن ميسي بوجود دي ماريا، بوجود ديبالا. هذه الأشياء لم تتم داخل المنتخب الأرجنتيني، أضف إلى سان باولو الذي لم يكن هو صاحب القرار في المنتخب، وهذه أزمة حقيقية، لأن أي سفينة لديها أكثر من قضبان واحد ستغرق. نعم، سان باولو يتحمل جزء كبير أيضا من المسؤولية. الأرجنتين اختارت للعالم كلهم مدربين ولم تختار لنفسها مدرب المناسب، تتفق؟ صحيح، أتفق معك تماما في هذا الشيء. فقط يعني حتى لازم الرجل هو ليس بهذا السوء يعني، ولكن المعطيات، الظروف التي وضعت المنتخب أمام هذا الرجل، هناك يعني تيارات داخل المنتخب، يعني من يقرر ماذا؟ شاهدنا حتى لإدخال الاحتياطي يستشير ميسي، يعني من أدخل ومن ماذا أفعل؟ هذا ليس دور المدرب، دور المدرب أن يكون صاحب القرار. نشاهد دي ديشان هو صاحب القرار، عندما يخرج غريزمان لا يتحدث، لا يقول ولا كلمة، ولكن سان باولو يجب أن يستشير ميسي في كل شيء. وعلى ما يبدو أن غرفة الملابس هناك الكثير من المشاورات والمفاوضات قبل حتى إدخال التشكيل الأساسية، إبعاد كاردي، وجود ديبالا على دكة الاحتياطي، دي ماريا الذي لم يلعب المباراة الثانية في دور المجموعات. هناك العديد من الأشياء التي تشير بأن سان باولو لم يكن هو صاحب القرار في هذا المنتخب. نزار، ما هي توقعاتك بالنسبة لمستقبل ميسي الدولي؟ هل سيتأثر مستواه مع برشلونة بعد هذا الخروج؟ لا، الأمر لا 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 يتشابه. بداية، إنجازات ميسي مع برشلونة كبيرة، وتقريبا يعني وصل حتى هو الآن إلى قمة العطاء مع برشلونة. ما يحدث في برشلونة أن هناك إحلال وتبديل، يجب انتظار نجاح الإحلال والتبديل الذي تم في برشلونة. شاهدنا برشلونة العام الماضي بأنه بجناح واحد، يعني كطائر بجناح واحد يركض ببطء، يعني ليس برشلونة الذي نعرفه في السنوات الماضية. الآن الإحلال والتبديل بعد ذهاب نيمار واعتزال أنيستا واعتزال شابي، وعلى حتى على مستوى خط الدفاع العديد من الأسماء ذهبت من الفريق. الآن يجب أن ننتظر ماذا سيفعل باولينيو، كوتينيو، ديمبلي، العديد من الأسماء التي أتت إلى برشلونة، لنشاهد ماذا يفعل ميسي. ميسي لا يملك عصا سحري أخي، ميسي لاعب كرة قدم فنان مبدع، ولكن كان هناك العديد من الأشياء التي تساعده حتى يزيد في الإبداع ويزيد في الإنجازات. الآن يجب علينا انتظار هذه الفترة، فترة الإحلال والتبديل التي يمر بها الفريق الكتالاني. نبقى مع نزار، راح تواصل الحديث معك. من أحزان الأرجنتين إلى أفراح فرنسا، صحيفة ليكيب الفرنسية وضعت صورة نجمي منتخب الديوك مبابي وغريزمان على غلافها وعنونت. شوف ليكيب الفرنسية ماذا قالت، نتابعها أيضا معا. قال هائل، الصحيفة الفرنسية أشادت بالانتصار على المنتخب الأرجنتيني والتأهل للدور ربع النهائي، وقالت المنتخب الفرنسي قدم أجمل عروضة في مونديال
روسيا. أعود إلى ضيف الأستاذ نزار من موسكو. نزار، هل نحن أمام منتخب فرنسي قادر على التهام الجميع وتكرار ما حصل عام 98؟ حقيقة في البداية دعني أتحدث عن الخصوم الآخرين، يعني ليس هناك في الوقت الراهن منتخب يقدم المستوى الذي قدمه المنتخب الفرنسي بالذات بالأمس، يعني لا أتحدث عن دور المجموعات لأن كان الأداء شبه يعني بصورة ميكافيلية محضة، الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة هي اقتلاع الثلاث نقاط، إذن أي شكل من أشكال الأداء ليس مهم، المهم الثلاث نقاط والتأهل إلى الدورة الثانية. الآن في مباراة النوك أوت أعتقد أن كرواتيا والبرازيل وإنجلترا هم الأفضل في الوقت الراهن بجانب المنتخب الفرنسي، حتى الأوروغواي والبرتغال بالأمس لم يكونا أي منهما لم يكن ند قوي للمنتخب الفرنسي. الفرنسيون سيذهبون بعيدا هذا أكيد، ولكن أين سيصلون؟ هل هو كما هو الحال في عام 98 يتوجوا باللقب أم سيصلوا إلى النهائي أو إلى نصف النهائي وتتوقف المسيرة؟ هناك نقاط تشابه في هذا المنتخب ومنتخب 98. بافار الظهير الأيمن الذي سجل يشبه كثيرا لليان تورام الذي سجل هدفين فقط في مباراة كرواتيا في 98، هو أول هدف له مع المنتخب الفرنسي وهو ثالث هدف له في مسيرته كظهير أيمن. غريزمان الذي يتألق ويقوم بدور كبير في خط الهجوم. إمبابي الشاب المتألق الذي ذكرنا بتير هوري في منتخب 98. السطوة سطوة الدفاع أمتيتي وفرا، الحارس لوريس الذي ذكرنا كثيرا ببارتيس في قفزاته في تألقه. الكثير من الأشياء تشابه ما بين المنتخب، منتخب 98 المعطيات تتشابه كثيرا مع هذا المنتخب. نزار امبابي هل سنشاهده؟ نزار إذا تسمعني جريا داخل الملعب، ولكنه كان الأثر في جزئية مهمة. امبابي هل سنشاهده على منصة الأفضل عالميا في المستقبل القريب؟ بالتأكيد هذا أكيد، يعني لم صفقة مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان لم تكن يعني ضرب من ضرب لم يكن ضربا من الخيال، بل كان واقع بأن هذا اللاعب يتابع مما هو صغير، يملك سرعة، يملك مهارة، يملك فكر كروي واضح وصريح، يعرف كرة القدم، يعرف تفاصيلها. هذا الفكر سيتحول إلى إنجازات. الإنجاز الأول قد يكون مع المنتخب الفرنسي، حتى مع فريق باريس سان جيرمان في المستقبل سيكون له مستقبل كبير وسيصل إلى قمة، خاصة مع وصول كريستيانو رونالدو وميسي إلى خاتمة المطاف. هو المستقبل، هو النجم المقبل، يشبه كثيرا الصحف الفرنسية تحدثت عنه، يشبه بيلي، يعني ليس هناك يعني مقارنة بيلي بأي لاعب، ولكن هذا اللاعب لديه الكثير من المهارات، فقط عليه أن يتجاوز يعني أن لا يتوهم كثيرا هذه الأشياء التي تقال، وأن يركز في كرة القدم وسيقدم مستوى. ابقى معنا نزار في وقفة أخيرة. تحول إلى البرتغال بعد السقوط أمام الأوروغواي بهدفين لهدف في دور 16. صحيفة أبولا البرتغالية وضعت صورة حزينة نجم كريستيانو رونالدو وعنونت حلم لم يكتمل. الصحيفة أشارت أن المنتخب البرتغالي كان يحلم بأن يحقق إنجازا تاريخيا في مونديال روسيا على غرار ما فعل في يورو 2016، لكن الأوروغواي كانت ندا قوية نجحت في تحقيق الفوز، قضى على الحلم البرتغالي على حد وصف هذه الصحيفة. مستمرون مع الصحف البرتغالية. تحول إلى صحيفة ريكورد التي وضعت صورة نجم الأوروغواي المتألق وكتبت: كافاني يطلق النار على البرتغال ويخرجها من المونديال. الصحيفة اعتبرت أن أداء المنتخب البرتغالي لم يكن فعالا خاصة في الجانب الهجومي، على عكس الأوروغواي التي نجحت في استغلال الفرص وسجل كافاني هدفين رائعين ليصعد منتخب بلاده إلى الربع النهائي. أعود مرة أخيرة إلى ضيفي نزار، قياسا على أداء الأوروغواي أمس، كيف تتوقع المباراة مع فرنسا هذه المرة؟ يعني منتخب الأوروغواي قد يفتقد إلى كافاني الذي أصيب بالأمس، يعني هذا هو الرجل الحاسم في هذا المنتخب، يعني هو وسواريز، لويس سواريز ليس لديهم أسماء كبيرة يعني تخيف المنتخب الفرنسي بأي حال من الأحوال، ولكن هو منتخب يعتمد على الجماعية، حتى بالأمس تباريس يعني تحدث عن جماعية المنتخب وقوة، يعتمد على القوة البدنية العالية، يعتمد على الضغط التكتيكي على الخصم، يعتمد على قفل المساحات داخل الملعب. المباراة ستكون صعبة بكل حال من الأحوال، ولكن لديهم ذات الإخفاق الأرجنتيني، البطء في خط الدفاع، وهو ما قد لا يسعفهم كثيرا في مواجهة سرعة المنتخب الفرنسي في الأمطار الأخير، خاصة في الكونتر أتاك، في الردة، في الهجوم المرتد. هناك مشكلة كبيرة
تواجه كل المنتخبات التي تلعب مع فرنسا، إذا كانت فرنسا في مستواها المعهود وبالسرعة التي لعبوا بها بالأمس لن تستطيع الأوروغواي إيقاف هذا المنتخب بأي حال من الأحوال. ما يخيف الفرنسيون هو البطاقات الصفراء الكثيرة، يعني حتى إذا تجاوز هذا الدور عليهم أن يتوخوا الحذر في مواجهة البطاقات الصفراء، لأن هناك 4 لاعبين يعني قد لا يخوضون نصف النهائي إذا تأهلوا على 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 حساب الأوروغواي إذا نالوا بطاقة صفراء أخرى، وخاصة أنهم سيفتقدون إلى ماتودي في المباراة المقبلة. كل هذا يخيف المدرب ديدييه ديشان. الأوروغواي قوي، ولكن عليه أن يضع حد لسرعة المنتخب الفرنسي. غريزمان وإمبابي وأي من اللاعبين توليسو أو ديمبلي جميعهم يملكون ذات السرعة، ودكة الاحتياط مليئة باللاعبين. هناك فكير، هناك العديد من الأسماء التي تلعب بذات الطريقة والكونتر أتاك السريع، وهذا مخيف لجميع المنتخبات. نزار نور الإعلامي محلل قناة فرانس 24، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. ننتقل إلى إنجلترا. صحيفة ديلي ميل الإنجليزية سلطت الضوء على مستقبل نجم البرتغال ونقلت عنه هذا التصريح. رونالدو: الوقت ليس مناسبا للحديث عن مستقبل كريستيانو. رفض مناقشة مسألة اعتزاله لعب دوليا بعد خروج البرتغال من كأس العالم. إلى إسبانيا، حيث كان خروج البرتغال والأرجنتين من دور 16 أثرا كبيرا على الصحف الإسبانية. صحيفة موندو ديبورتيفو عنونت على صدر غلافها بهذا المنشط: وداعا يا نجوم ميسي وكريستيانو، يغادران المونديال من الدور ثمن النهائي بثنائيتين من مبابي وكافاني، نجمي فرنسا والأوروغواي. صحيفة سبورت الإسبانية اعتبرت خروج الأرجنتين بقيادة ميسي والبرتغال بقيادة رونالدو فرصة جيدة لمنتخب إسبانيا للفوز بالمونديال. مناسبة ذهبية، الصحيفة قالت أن منتخب الإسباني يمتلك فرصة ذهبية للذهاب بعيدا في كأس العالم، استطاع تجاوز المستضيف روسيا اليوم. مستمر في إسبانيا، صحيفة ماركا وضعت على صدر غلافها تشكيل متوقع لمنتخبي إسبانيا وروسيا قبل المواجهة المرتقبة اليوم، وعنونت: نحن نثق بكم. الصحيفة أكدت أن مهمة الماتادور الإسباني اليوم أمام المنتخب الروسي صاحب الأرض والجمهور لن تكون سهلة، لكن الشعب الإسباني يثق في قدرات اللاعبين وينتظر منهم إنجاز على غرار ما حدث في مونديال 2010. في الختام، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ألقاكم دائما على خير ومحبة، في أمان الله وحفظه.